بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة الأخيرة من حلقات مادة التوحيد، هي الحلقة 20 للمستوى الأول بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. تقدم الكلام في الحلقة السابقة عن الأصل الثالث الذي هو الإيمان بالكتب، وتكلمنا على جملة من المسائل المتعلقة بهذا الأصل. بقي عندنا بعض المسائل من المسائل المتعلقة بذلك. الإيمان من لوازم الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن على وجه الخصوص، والإيمان بالقرآن على وجه الخصوص يتضمن أمورا، منها أولا أنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الأمر الثاني أن الله أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيه الهدى والنور، أخباره صادقة وأوامره محكمة، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وكما قال سبحانه: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أيضا من لوازم الإيمان بالقرآن الإيمان أن هذا الإيمان بمحبة هذا القرآن وتعظيم قدره والتصديق لأخباره واتباع أوامره والتمسك به واجتناب ما ورد فيه من النواهي. فهذا القدر زائد على الإيمان بالكتب السابقة، بمعنى أن الإيمان بالقرآن يلزم منه الإيمان بمحكمه، العمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه، اتباع أوامره واجتناب نواهيه، كما قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم. أيضا من لوازم الإيمان بالقرآن الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل حفظه من الزيادة والنقصان، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الأمم السابقة وكل إلى علمائها حفظ كتبهم، فغيروا وبدلوا. أما هذه الأمة فإن الله عز وجل وله الحمد والمنة تكفل بحفظ كتابه، ولهذا سلم من الزيادة والنقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم عليم. إذن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله، فهو مكتوب في المصاحف، متناقل بالألسنة مشافهة بالتواتر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. لا يستطيع أحد كائنا من كان، لا أقول أن يزيد فيه كلمة أو ينقص، بل لا يستطيع أن يزيد حركة أو يغير تلك الحركة. هذا ما يتعلق بالإيمان بالكتب على وجه الإجمال. بعد هذا ننتقل إلى الأصل الرابع، ألا وهو الإيمان بالرسل. والرسل جمع رسول بمعنى مرسل، كما أن الأنبياء جمع نبي مشتق من النبأ وهو الخبر. والإيمان بالأنبياء والرسل المقصود الإيمان بهم جملة وتفصيلا كما سيأتي.
الإيمان بمن سمى الله، والإيمان بأن هناك رسلا لم تذكر أسماؤهم على وجه الخصوص في كتاب الله عز وجل. الفرق بين النبي والرسول، اختلف أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول. وقبل أن نذكر الفرق نقول أن القول الراجح أن هناك فرق بين النبي والرسول، لا كما ذهب إليه بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بين النبي والرسول، لأن الله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ولعل من أحسن الأقوال في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من بعث إلى قوم كفار بشريعة جديدة، نعم، بالنسبة إليهم، ما يلزم تكون جديدة بمعنى أن جديدة في نفسها، لكن جديدة بالنسبة لهؤلاء المرسل إليهم. أما النبي فهو من بعث في قوم مؤمنين مجددا لنبوة من قبله. فالفرق أن الرسول يبعث برسالة جديدة بالنسبة لهؤلاء المرسل إليهم، أما النبي فهو مجدد لشريعة من قبله. ما المراد بالإيمان بالرسل؟ أقول الإيمان بالرسل والاعتقاد الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، وأن كل هؤلاء الأنبياء صادقون مصدقون فيما قالوا، ناصحون أتقياء، أمناء على شرع الله، بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل. الإيمان بهم تفصيلا بمن سمى الله، كما ذكرت، بمن سمى الله منهم في كتابه، وعددهم 25. جاء ذكر جملة منهم في سورة الأعراف وفي غيرها. كما أنه يجب الإيمان بهم جملة بمعنى بمن لم يسمى من هؤلاء، وأن من الرسل من لم يذكر باسمه على وجه الخصوص، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أما أدلة الإيمان بالرسل فأيضا تقدم كما تقدم في الإيمان بأدلة الإيمان بالكتب وبالملائكة. بعد هذا ننتقل إلى مسألة أولو العزم من الرسل. ذكرنا الآن الرسل منهم جملة ذكرهم الله على وجه الخصوص وهم 25، ومنهم رسل لم يذكروا، وهؤلاء كثيرون ولا يعلم عددهم إلا الله، رسلا قد قصصهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ومن هؤلاء المذكورين أولو العزم، ومعنى أولو العزم ذوي الصبر والحزم. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم؟ الصحيح أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. وقد جاء ذكرهم في قوله سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق النبيين وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأيضا جاء ذكرهم في قوله سبحانه كما في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن أولو العزم هم هؤلاء الخمسة
على القول الراجح، وهم أولو الصبر وأولو الحزم صلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا. الواجب على المؤمن تجاه الرسل، الواجب أولا الإيمان بهم جميعا وأن رسالتهم حق من الله عز وجل، وأنهم صادقون فيما أخبروا به، ولا يجوز التفريق بينهم بأن يؤمن ببعضهم ويكفر بالبعض الآخر. قال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أيضا قال سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا، لكن من كذب برسول فكأنه كذب بالجميع. إذن هذا الواجب الأول، الإيمان بهم جميعا والتصديق بأنهم رسل من الله. فلو جاءنا إنسان وآمن بجميع الرسل والأنبياء لكنه كذب مثلا بنبوة أيوب أو يونس أو موسى أو عيسى، يقال له كذب بجميع الرسل ولم يؤمن هذا حقيقة بالرسل. الواجب الثاني الاعتقاد أنهم خيار الخلق، وأن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم على سائر الناس. قال تعالى: إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الواجب الثالث الاعتقاد أن دعوتهم واحدة، بمعنى أنهم اتفقوا في أصل الدعوة، وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما في تفاصيل أحكام الشرع فلكل شرعه ومنهاجه، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أيضا الاعتقاد أنهم أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا للأمة كما أمر الله عز وجل، وأنهم معصومون في كل ما يبلغون به عن الله. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أيضا من لوازم الإيمان أو الواجب تجاههم محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم ونصرهم، كما قال تعالى: وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، قاله في حق بني إسرائيل. أيضا من الواجب تجاههم وهو الأمر السادس أنهم الاعتقاد أنهم بشر مخلوقون ليس لهم شيء من خصائص الربوبية. أيضا الأمر السابع الاعتقاد أن الله فضل بعضهم على بعض، بمعنى ليسوا على درجة واحدة في الفضل والمكانة. فأفضل الأنبياء والرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم الخليلان، وأفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلها قدر زائد على ما تقدم. فمن لوازم الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أولا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فيطاع على وجه الخصوص، له طاعة خاصة في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إلى غير ذلك من النصوص التي تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاع الله دخل الجنة، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الله دخل النار. وقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الواجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص أيضا محبته عليه الصلاة والسلام فوق جميع المحاب، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال في حديث عمر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: والله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا من نفسي. فقال: لا، حتى من نفسك. قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فيجب أن تقدم محبته على جميع المحاب. الأمر الثالث مما يجب له على وجه الخصوص عليه الصلاة والسلام الاعتقاد الجازم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كما أخبر الله سبحانه عنه في أعظم موقف حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسأل الناس في هذا المجمع في يوم عرفة، وقد اجتمع له ما لم يجتمع لغيره في غيره من المواقف، حيث اجتمع له أكثر من 100,000، فقال: إنكم مسؤولون عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا بصوت واحد: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء، قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. أيضا من ما يجب له على وجه الخصوص عليه الصلاة والسلام، ولهذا في الحق السابق لا يجوز أن يبتدع الإنسان في دينه بدعة لم يشرعها عليه الصلاة والسلام، ومن ابتدع بدعة فكأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الرسالة كما أمر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، كأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم قصته مع زيد، والقصة مشهورة كما في سورة الأحزاب. من أيضا حقوقه عليه الصلاة والسلام ومما يجب له على وجه الخصوص أن يراعى في أصحابه وأهل بيته، بمعنى أن يعرف لهؤلاء قدرهم وحقهم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فلهم من المكانة والمنزلة ما لغيرهم، لأن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم على سائر الناس. أيضا من حقوقه عليه الصلاة والسلام أو ما يجب له على وجه الخصوص الاعتقاد الجازم أن الله ختم به الرسالات فلا نبي بعده. أيضا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وختمت بي النبوة. وأيضا مما يجب له على وجه الخصوص الاعتقاد أن رسالته عامة للناس جميعا، بخلاف الأنبياء قبله والرسل قبله، كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس عامة من الإنس والجن. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الحديث الذي في الصحيحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أني فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم وقال: ولا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أيضا هذه بعض الأمور اللازمة للإيمان به على وجه الخصوص.
بقي عندنا مسألة متعلقة بالأنبياء والرسل، ألا وهي دلائل النبوة. دلائل النبوة التي يعرف بها صدق النبي ويعرف بها كذب المدعي للنبوة كثيرة، ودلائل النبوة متنوعة ولله الحمد والمنة، وغير محصورة في نوع محدد. فالله لما أرسل هؤلاء الرسل أيدهم بدلائل ومعجزات تبين صدقهم فيما ادعوا. أجزى الله عز وجل على يديهم هذه الآيات البينات التي لا يختلج في نفس الإنسان الشك أنهم صادقون فيما أخبروا به. فمن هذه الدلائل وهي كثيرة منها إخبارهم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعدائهم وبقاء العاقبة لهم، فهم أخبروا الأمم أن الله عز وجل سينصرهم على أعدائهم، سيكون النصر حليفهم، فحصل ما أخبروا به. أيضا هناك الآيات الحسية المشاهدة، مثل الناقة التي أوتيها صالح، وقلب العصا حية لموسى، وفلق البحر لموسى، وإبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى لعيسى، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، والمعجزات الكثيرة التي جرت لنبينا عليه الصلاة والسلام، من أعظمها هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيضا من الآيات والدلائل أن ما جاءوا به من الشرائع والأخبار كان في غاية الإحكام والإتقان، وكشف وكشفت هذه الشرائع عن حقائق كانت خافية للناس ولا يزال بعضها خاف، وذلك من خلال الحكم في هذه التشريعات. وهذا مما يعلم بالضرورة أنه لا يصدر إلا عن من أيده الله عز وجل. أيضا من الآيات والدلائل الدالة على صدقهم أن تأييدهم يكون مستمرا لا ينقطع، بخلاف الكذاب المدعي للنبوة، فإنه غالبا هذا التأييد لا يستمر، يتبين في النهاية خذلانه وفشله وكذبه. أيضا مما يبين صدقهم وأنهم مؤيدون من الله أن طريقتهم واحدة فيما يأمرون به من عبادة الله عز وجل. فكما سبق أنهم اتفقوا في دعوة الناس إلى حقيقة واحدة. قد يسأل سائل، ما الفرق إذن بين دلائل النبوة وخوارق السحرة والكهان؟ نقول على سبيل الإجمال أن أخبار الأنبياء لا يقع فيها تخلف أو غلط، بخلاف أخبار الكهان والمنجمين فالغالب عليها الكذب. الأمر الثاني أن السحر والكهانة والاختراء أمور معتادة معروفة للناس، بخلاف آيات الأنبياء. أن الأنبياء مؤمنون مسلمون يعبدون الله وحده لا شريك له، بخلاف السحرة والكهان فهذا يغلب عليهم الشرك والمعاصي والكبائر. منها أيضا أن الفطر والعقول
توافق ما جاء به الأنبياء بخلاف خوارق السحرة، أيضا أن معجزات الأنبياء لا تحصل بأفعالهم هم، بل الله عز وجل يفعلها لهم ويؤيدها لهم. هذا ما يتعلق بالإيمان بالرسل. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يعصمنا من الخطأ والزلل. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.